أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى 10 من صباح اليوم الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 8838 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 7779 حالة بعد تماثل 14 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد الوفيات في 212. وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 422,750 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين للالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.